السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أم البنس من فرنسا. اليوم مرحبا بكم في فيديو جديد. بيان سور إذا عجبكم الفيديو تنجموا لايكي، تنجموا بارتاجيو، تنجموا تشاركوا في قناتي أم البنس شانيل على اليوتيوب. اليوم السؤال المطروح، ما هي النقاط المشتركة بين الإعلام الفرنسي والإعلام التونسي؟ الإجابة سهلة جدا، يعني تقريبا عرفتها. الإجابة هي الإسلاموفوبيا. يعني نحن في فرنسا عندنا نجوم الإسلاموفوبيا مثل زامور، مثل فينكل كروت، مثل برنار دو لا فيلاردير، مثل كارولين فوريست. وانتم التوانسة عندكم لطفي العماري الغراب، بوغلاب العجل، يوسف الزنديق، مية القصوري. يعني تبارك الله عليكم، ليست مازالت طويلة. يعني احنا في الإعلام الفرنسي لا يمر يوم واحد بدون الحديث للتشهير بالإسلام والمسلمين، التنقيص من المواطن المسلم الفرنسي. كل يوم الإعلام الفرنسي في الراديو في التلفزة يقطع ويريش في ديانة المسلمين. الأبواق الإسلاموفوبية معروفة بشراستها وعدائها للإسلام، كما تعرفوا زامور، فوريست، فينكل كروت، بيعشال. يعني كل يوم في الراديو في التلفزة جدال لا نهائي في حظر الحجاب في الجامعات. يعني يريدون منع الحجاب في الجامعات، منع الحجاب في الشارع، في الأماكن العامة، منع الأكل الحلال في المطاعم المدرسية. يعني الإسلاموفوبيون يعتقدون أن الثقافة الإسلامية تحث على اغتصاب النساء. بالطبيعة هو معتقد غلط. يعني بالطبيعة عشت الانسيدون اللي تعدى في الأسبوع الفارط، طرد المغنية منال ابتسام من مسابقة فويس لأنها محجبة ولأنها عبرت عن شكها في أسباب الهجمات الإرهابية. وعنا زمور أيضا يدافع عن مشروع طرد كل المسلمين من أوروبا. يعني هو مشروع، يعني اللي صار في إسبانيا وطرد المسلمين من إسبانيا نجم يتعاود يعني في فرنسا. احنا الهجوم على الاسلام ورموزه ان اتانا من الغرب فهو امر معتاد جدا، يعني لان الدين الاسلامي لم يسلم من السهام التي توجه اليه منذ ان شع نوره في الارض، ومنذ ان خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم محددا النطاق الجغرافي للدعوة الاسلامية فقال: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، في سورة الانبياء. لكن الهجوم على الإسلام في قعر دارنا وعبر أثير إعلامنا وشاشاتنا على صفحات صحفنا، يعني في تونس في بلد عربي، وبتبيع هذا الهجوم نشوفه كل يوم حتى في مصر، في الجزائر، في كل بلدان العربية. هو أمر مستنكر، هو أمر مستقبح، ولابد أن يقف أهل العلم وأولى الأمر في وجهه، يعني حتى لا تنتشر هذه الموجة الإلحادية وتتمدد في فراغنا الإعلامي الذي يحاول البعض أن يملأه بغث القول وسقيم الكلام وبرامج مستهترة غير أخلاقية. يعني احنا الإسلاموفوبيا لما تجي من الغرب يعني نفهمها، أما لما تجي من إخواننا من المسلمين أصلهم تولي معناها هي مشكلة أخرى، تولي يعني مشكلة حضارة. من الإسلاموفوبيين التوانسة نلقاو لطفي العماري. لطفي العماري فماش مرة يطلع في التلفزة ومي يحاربش الدين الإسلامي والمسلمين. يعني لطفي العماري يحارب في المساجد ويصفها كوكر لتخريج الانتحاريين والمتطرفين الإرهابيين. يعني احنا شفنا الاتونتا في فرنسا، ما فماش حتى واحد عمل اتونتا في فرنسا وفي اوروبا كان يرتاد المساج، كلهم كانوا ديفويو، كانوا يعني زوفرة، كانوا ناس معناه ناس عايشين على الهامش. يعني لطفي العماري يحارب في المساجد ويصفها كوكر يعني لتكوين الانتحاريين، ويجعل المقارنة الخاطئة بين بناء المساجد والحالة المادية المزرية للمدارس. يعني احنا المدارس
المدارس ممولة من طرف وزارة التعليم، يعني إذا المدارس ما كانتش فيها في حالة في إذا المدارس كانت في حالة يرثى لها، فهي مسؤولية وزارة التعليم، يعني وزارة التعليم لا تقوم بواجبها على أحسن ما يرام. أما المساجد فتبنى بالتبرعات، يعني بالخواص. يعني هذه المقارنة مغلوطة مغلوطة، كلها مغلوطة. احنا اليوم قارن بين وضعية المدارس وشوف اليوم العدد المهول من المساجد واللي تشتمي منها رائحة البترودولار. اليوم الرفاه والمكيفات والمدفئات والثريات اللي موجودة في آلاف المساجد، وبجنبها تلقى مدارس بلاش بولار، وأطفال يرتعشون من البرد ويرتعشون من الجوع ويرتعشون من الخوف، ويقول لك هذه دولة الإسلام وهذه خير أمة أخرجت للناس. رأوا الجامعة كي يدخل له شاب ما تعداش على المدرسة سهل جدا تحويله إلى حزام ناسف. وبطبيعة هذا الإنسان الإسلاموفوبي هو بالنسبة لي مخرب للنسيج الاجتماعي، ويدعو للتفرقة بين الأديان وبين الناس، ونشر البغضاء والكراهية بين الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم أحدكم فليقل خيرا أو فليصمت. من الحالة الإسلاموفوبية الثانية اللي شفتها في تونس هي ما زمزم. حتى ما زمزم مسلمش من الإسلاموفوبيين. في تونس حمزة البلومي ومحمد بوغلاب وشلتهم يستهزئون بقيمة وببركة ماء زمزم، يعني خير ماء على وجه الأرض زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، يعني أطهر وأفضل ماء على وجه الأرض. وهذا ما بينته الاكتشافات العلمية بأنه ماء فيه أكثر طاقة من الماء العادي. الإسلاموفوبيا الثالث اللي شفته هو يوسف الصديق وبالأحرى الزنديق، يعني حاسب روحه مفكر فيلسوف، ولو بصراحة ما عندوش حتى علاقة بالفكر والفلسفة. يعني قالك في آخر مرة تعادى في فرانس 24، قالك كل إنسان يقدر يصبح نبي، يعني هو استفزاز لمشاعر المسلمين، يعني أي واحد أي مسلم نجم يكون يعني متساوي للرسول. أن النبوة لم تعد ممكنة، ولذلك كل واحد منا أصبح قادر أن يكون نبي. طيب في مواقع معينة وفي مواضع معينة. ويدعو إلى قمع الجمعيات الإسلامية التي تنشط لصالح العائلات المسلمة في الغرب. يعني قال ماكرون محق في استبعاد الهيئات الممثلة للإسلام في فرنسا. يعني هو حاسب نفسه مفكر، يعني يأخذ العلم من روسلاف كارن، يعني كأن المسلمين في فرنسا اختاروه كممثل لهم، يعني هو ما عندوش حتى شرعية ليتكلم على المسلمين في فرنسا. يعني هذا المفكر الغالط يعني يشجع ماكرون على محاكم التفتيش ضد المسلمين في فرنسا. يعني بأي شرعية يا صديق يا زنديق تتكلم على المسلمين في فرنسا؟ هل انتخبوك؟ هل انتدبوك؟ يعني شيء يقهر، شيء يعني يستفز مشاعر المسلمين. الجامعات الرياضية والجامعات السينمائية والثقافية تستطيع أن تنشط في فرنسا، لكنها لا تعتقد أنها ملتصقة بالإسلام، إنها جمعيات عادية تنشط تحت ظل القانون، ولكن لا يمكن ربطها بالإسلام. وإيمانويل ماكرون على حق في استبعادها، إنه على حق في استبعادها، لأنها لابد أن تكون مجبورة أو تكون متعاطفة مع فكرة تكوين كنيسة أو كنائس تتحدث باسم الإسلام. لذلك أنا موافق وقلتها له، قلتها الجمعيات هذه الكل وسام إلى آخره كل لابد من استبعادها في أخذ القرار على الأقل، وفي تقديم إسلام فرنسي أوروبي منعش، لأنه ما فيش إسلام فرنسي ولا أوروبي. إذا كان الإسلام الصحيح هو المعتمد فيكون إسلام تونسي. يعني بصراحة، يعني مع كل احتراماتي لك، يعني وجهك شبيه الدجال الأعور، يعني يعبر عن فكرك، هو فكر الدجال.
يعني احنا المسلمون محاصرون من كل الجهات، من الداخل مضطهدون من أنظمة حاكمة عميلة وإعلام عربي ملحد، وفي الخارج المسلمون معرضين كل يوم للعنصرية والعنف. يعني المسلمون عايشين في ظرف خاص، في ظرف اضطهاد أينما كانوا، يعني في الخارج أو في الداخل. يعني إن شاء الله ربي يعطينا الصبر، وحسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبيان سور إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايكيه وبرتاجيه وشاركوا في قناتي أمل بنز، سيجيكم جديد إن شاء الله.